وانا لقيت انها هتبقى اكتر مني في انها تقولها بطريقه مبسطه، وان شاء الله تفهموها منها كويس باذن الله. صباح الخير، ميرسي دكتور تامر، وعايزه اشكر دكتور تامر ان هو تعب معايا في برزنتيشن واداني ماتيريال كتير، ودكتور اسماعيل برضو بصراحه اداني حاجات كتيره جدا ساعدتني في البرزنتيشن، ان شاء الله تبقى كويسه. يعني هنتكلم على فيم سكند ليزك فلاب. طبعا احنا سمعنا دكتور طارق دلوقتي على مايكروكراتوم، وسمعنا ورينا هو شويه كومبليكيشنز حصلت زي الانكمبليت فلاب والباتن هول والابثيليال انجلف، ودي مشاكل بتقابل ناس كتير. فالحقيقه ابتدوا يفكروا في طريقه ثانيه ان هم يوصلوا لنفس الريزلت من غير ما ياخدوا ريسك المايكروكراتوم، وكان الفيمتو سكند. احنا كلنا عارفين ان الفيزبل سبيكترم بتاعنا هو من 400 ل 700 نانومتر. سبيكترم اللي قبليه هو الالترا فايلت، هو ده موجود فيه الاكزيمر ليزر اللي احنا بنستعمله في الابليشن، اللي هو الويف لينث بتاعته 193 نانومتر. الفيمتو سكند الحقيقه موجود الناحيه الثانيه خالص ناحيه الانفراريد، والويف لينث بتاعه 1053. كان الرقم ده قريب من حاجه كلنا بنستعملها وهي الدبل فريكونسي يانج. هي الاثنين يعني دبل فريكونسي 1064، واحنا بنستعمله كفوتو ديستربشن زي الفيمتو سكند. الفرق الحقيقه الياج بيعمل كولاترال دامج جامد جدا، لان الارجي بتاعته بيربولس عاليه جدا، وده اللي ما خلاهمش يقدروا يستعملوه في حاجه ديليكت زي الكورنيا. فبالتالي هم الانوفيشن في الفيمتو سكند ان هو بيعمل فوتو ديستربشن بس في نفس الوقت ما بيعملش كولاترال دامج. البارامترز بتاعت الفيمتو سكند هو ان هو مود لوك دايو بامب نت ميم جلاس، السبوت سايز بتاعته اقل من 3 مايكرونز which is extremely precise. البلس ويد بتاعه 600 ل 800 فيمتو سكند، والفيمتو سكند هي 10 to the power minus 15 of second، ومن هنا جه اسم الليزر. والويف لانت زي ما اتفقنا 1053. طيب احنا بنستعمل two kinds of lasers في الليزر بتاعنا. الاكزيمر اللي هو الفوتو ابليشن ده سيرفيس ليزر بي vaporize ال tissues وبيعمل لي الابليشن اللي انا عايزاه عن طريق انه بيكسر molecular bindings اللي بين السيلز. لكن الفيمتو سكند از سب سيرفيس ليزر، انا بحدد الليفل بتاعه وهو بيعمل سيبريشن عند الليفل ده من غير ما بيعمل امباكت على التيشوز اللي حواليه، مش بيطلع هيت. طيب الفكره بتاعته ان انا بنزل بولس انرجي فوكس في لوكيشن معين في الكورنيا، بتديني مايكروبلازما كرييشن لان هي بتعمل ديستربشن للسيلز اللي موجوده وفيبرايزيشن، وده بيبقى الحجم بتاعه 1 مايكرون. اللي بيحصل بعد كده ان الحته دي الفيبرايز سيلز بتطلع بابل اوف جاز اند ووتر، بتحصل لها اكسبانشن بدل ما كانت 1 مايكرون بتدي تكبر ل 5 ل 12 مايكرونز، بتدي تعمل سيبريشن للكورني اللمالي اللي حواليها. باي برودكتس اللي بتطلع بتبقى عباره عن كربون دايوكسيد ووتر، مفيش هيت زي ما اتفقنا. الحقيقه الكربون دايوكسيد ووتر بيطلعوا بثلاث طرق، يا اما الاندوثيليال بامب بتطلعهم، يا اما لما انا بشيل الفلاب وابتدي انشف بيطلعوا، في طريقة تالتة هنشوفها كمان شوية مع بعض، هي كنال كده بتتعمل واحنا شغالين. طيب يبقى أنا دلوقتي كل بلس من دول بينزل لي بابل بتكبر تعمل سيبريشن للتيشوز بتاعتنا. أنا بنزل بلسز كتيرة جدا جنب بعض، في الآخر الجاز والووتر بيطلعوا وبيديني الريسكشن بلين اللي احنا شايفينه قدامنا ده. شوف فيديو صغير كده بس تو إلابوريت اللي أنا بقوله. كده الليزر نازل وهنشوف دلوقتي بقى هنبتدي نكبر. اتفقنا هو سب سيرفيس، بعد كده كل بولس من دول بتنزل كوان مايكرون وبتبتدي يحصل لها اكسبانشن كذا واحده جنب بعض، بيبتدوا يعملوا لي سيبريشن زي ما احنا شايفين، ووتر وكربون دايوكسيد بيتجمعوا. بعد كده دول بيطلعوا زي ما اتفقنا من الاندوثيليال بامب لو شفت الفلاب او من الكنال اللي احنا هنشوفها كمان شويه. طيب هل انا اقدر اتحكم في شكل البلين ده؟ اقدر، ممكن احط البلسز دي فوق بعض، دي فيرتيكال بلين، ممكن احطهم جنب بعض بقى اوبليك بانجل هوريزونتال زي ما انا عايزه. طيب هل انا بحتاج اشكل الفلاب بتاعتي زي ما انا عايزه؟ يعني احنا السايد كات بتاعتنا انا اقدر اتحكم في شكلها واتحكم في الانجل بتاعتها. طبعا this is perfect ليه؟ لان انا السايد كات دي ما دام هي كلين كات كده اهو هتقلل لي كومبليكيشنز كتيره جدا في الفلاب زي المايكروسبايرال اللي ممكن تحصل، displacement of الفلاب، وطبعا الابثيليال انجراف بيقل جدا الانسيدنس بتاعه. دي اشكال الفيمتو سكند ليزر ماشينز، في ماشينز كتير قوي مش هندخل في التفاصيل. طيب السوفت وير بتاعنا عباره عن ايه؟ طبعا بيبقى عندي صفحه فيها التريتمنت بتاع العيان اللي هو الريفراكشن اللي انا عاملاه. دلوقتي الصفحه اللي احنا فاتحينها قدامنا دي عندي فوق مكتوب الاي رايت اور ليفت، بعد كده ادينا شايفين الفلاب بقدر اتحكم في افري سنجل ديتيل بتاعتها، اقدر اتحكم في الدايمتر زي ما كان دكتور طارق بيقول انا في حالات معينه بحتاج فيها دايمتر كبير، هنا هقدر اعمله وانا مستريحه وواثقه جدا الدايمتر ده شكله ايه. هقدر اتحكم في الثيكنس،
في حالات بحتاج في كنس صغير هقدر اتحكم فيه كويس جدا. السايد كات بتاعتي زي ما اتفقنا اتحكم فيها زي ما انا عايزه الانجل بتاعتها. في نفس الوقت الهنج بتاعي اقدر احطها تمبرال, احطها سوبيريور, احطها نيزل زي ما انا عايزه, اتحكم فيها كويس جدا اللينث بتاعها, الانجل بتاعتها والويدث بتاعها. البارامترز اللي بيسمح لي بيها الجهاز هنا احط الهنج بوزيشن في اي حته انا عايزاها. ده بتاعي من 90 اب 400, طبعا 400 ده مش في الديسك, 400 ده في الكراتوبلاستي. دايمتر بتاعي من 5 لـ 9.5. سايد كات انجل بتاعتي من 30 لـ 90, والهنج انجل بتاعتي من 45 لـ 90. زي ما احنا شايفين دي اماكن الهنجز اللي انا ممكن استعملها. الجهاز نفسه بقى فيه 2 بورتس يهمونا جدا واحنا شغالين. اول حاجه اللي هم البيشنت انترفيس, اول حاجه السكشن ريد نفسها اللي انا بستعملها. تاني حاجه حاجه اسمها ابلانيشن كون, وهي دي لما بيدخلوا في بعض ده بروسيس اسمها دوكينج. هنفهم يعني ايه دلوقتي الكلام. المهم زي ما كان دكتور طارق بيتكلم مايكرو كيراتون لما بنعمل السكشن بيبقى فيه ستريس جامد جدا على العين لدرجه ان الانترا اوكلر بريشر ممكن يزيد اب تو 150 او 200. لكن الحقيقه في انتو سكند ما فيهوش القصه دي, لان السكشن معمول بطريقه تكنولوجي معينه بتخلي الستريس على العين اقل كتير جدا. فعندي اكتشلي الانترا اوكلر بريشر مش بيوصل الارقام اللي بيوصل فيها مايكرو كيراتون, اكتشلي بقى ماكسيمم 60 لـ 100. احنا هنشوف بقى دلوقتي احنا بنحط الحاجات ازاي. اول حاجه السكشن رينج بنحطها, بنعمل لها سنتريشن على العين. اول ما اتاكد ان انا تمام هبتدي بالفوت سويتش, ادوس على الفوت سويتش بحيث السكشن يبقى اون. الجهاز بيوريهني هنشوفها كمان شويه مع بعض. بعد كده بنزل الابلانيشن كون بتاعي ده ادخله في سنترلايزد. ده اللي بيحصل, الكونيا اللي كانت ستيب وكانت كيرفت بقت فلات, وهو ده اللي بيسمح لي ان انا استخدم او ادخل عيانين بستيب كونيا. لان انا اكتشلي في الاخر بشتغل على فلات كونيا regardless of الكي اللي كانت موجوده من قبل. طيب ايه المنظر اللي انا هشوفه عشان اتاكد ان انا الابلانيشن بتاعي معمول تمام؟ زي ما احنا شايفين الصوره اللي فوق دي, شايفين في دايره كده اهو فيها الكورنيا is focused تمام, لكن حواليها الدنيا لسه blurred. ده معناه ان الابلانيشن وصل لغايه هنا مش واصل في البريفري, لكن تحت الدنيا كلها نفس المنظر. هنشوف دلوقتي فيديو يوضح الكلام ده اكتر. المفروض ان انا بعد ما اعمل ابلانيشن بتاعي ابتدي انزل التريتمنت واقدر اتحكم فيه زي ما انا عايزه, وبعدين اعمل الاكتشال ليزر تمام. ايه المنظر اللي انا بشوفه على الميكروسكوب؟ هو ده كده. المفروض ان انا ابص على الميكروسكوب والابلانيشن نازل, الاقي في رينج بتوسع كده. نعيده تاني عشان هو قصير. الرينج اللي وسعت للاخر دي معناها السكشن بيرفكت, الابلانيشن بيرفكت تمام. اوكي خلاص ده منظر الجهاز يا جماعه. ده الميكروسكوب اللي بنبص منه, وده الجويستيك اللي بينزل الابلانيشن اللي احنا لسه بنحكي عليه, ودي الشاشه اللي بتبقى قدامي طول الوقت. وانس ان انا خلصت ادي اول سكشن هنا بقى جرين, ده بتاع البيشنت سكشن رينج. السكشن التاني بتاع الابلانيشن كود اللي نزل خلاص, نزلت التريتمنت بتاعي ابتدي احركه زي ما انا عايز. محتاجه اجيبه بريفيرال شويه سنترال اكتر, محتاجه احركه لو كانت البيبل اصلا دي سنترد, فمحتاجه ان انا اخلي التريتمنت بتاعي سنترال على البيبل. To avoid something في ساعات بيحصل حاجه اسمها اوبيك بابل لاير زي ما احنا شايفين هنا كده. السهم الحته دي واحنا شغالين حصل فيها كوندنسيشن جامد قوي من البابلز اللي هي الكربون دايكسيد اللي احنا حكينا عليه. فالحقيقه ده كان بيعمل مشكله في التراكنج سيستم بتاع الاكزمير ليزر. To avoid this بقوا يعملوا حاجه اسمها كانال زي ما احنا شايفين تحت كده. الكانال دي واصله من الريسكشن بلين بتاعي للسيرفس بحيث انه كل الكربون دايكسيد الاكسس يطلع منها وما يتجمعش كده تحت الفلاب. فالمنظر بيبقى كالاتي, اول حاجه بتتعمل هي الكانال دي من الحته دي, بعد كده خلاص بقيه التريتمنت بينزل عادي جدا من غير اي مشكله. ده انيميشن ليها عشان نفهم بس الشكل بيبقى عامل ازاي. اول حاجه بتتعمل الكانال زي ما احنا شايفين من الريسكشن بلين اللي انا تارجتنج عليه لغايه السيرفس. كده لقيت التريتمنت بينزل كونكتد ليها بحيث ان انا طول ما انا شغاله كل الجاز بابلز دي طالعه لبره. ده منظر اللايف, عايزاكم تركزوا عند الحته دي كون دايما في بابلز طالعه. هي دي الحته بتاعت الكانال, هي فوق خالص ناحيه الهنج. طول ما انا شغاله في بابلز طالعه منها. ده كده لايف, ودي حاجه لايف.
عشان نجمع اللي احنا قلناه احنا بنحط السكشن رينج، تأكد السكشن اتعمل من الجهاز بتشوفه، لابلانيشن كون والدوكينج بتاعنا كورنيا از بلانيتد فلات، ابتدي الليزر ينزل زي ما احنا شايفين فكله في ليفل واحد لان اتس فلات كورنيا. بيبتدي التريتمنت، اخر حاجه بتتعمل السايد كات. وكده احنا عملنا الليزر الفلات بالفيمتو سكند ليزر. ايه الادفانتجز بقى بتاعت الفيمتو سكند؟ احنا سمعنا حاجات كتير عنها، دكتور طارق بيتكلم الحقيقه عن الديس ادفانتجز اوف المايكروجرافي. طيب الادفانتج بتاعتنا طبعا يعني موست امبورتنت، هو انه بيديني اكستريملي بريسايز ان يوفورم فلاب. ففلابس احنا زي ما شايفين دي صور انتيري سيجمنت اوستيتي، العيانين عاملين ليزك. الصوره اللي فوق دي بالفيمتو سكند كان التارجت بتاع الفلاب 90 مايكرو، واكتشلي ريجاردت يعني لما نبص كده على الارقام هي صغيره شويه بس يعني if you trust me يعني فكل اللي مكتوب تحت ده 90 مايكرونز. اوكي واتس ا بلانر فلاب، فلاب كلها ثيكنس واحد سنترالي اند بريفيرالي. لكن المايكروكراتوم في فلاب as thick as 160 could not get it actually 160 زي ما احنا شايفين ارقام انا كبرتها طبعا. ارقام بقى يعني اللي في النص رفيع واللي بره thick زي منسكوس فلاب. تمام وزي ما احنا سمعنا الستاندرد ديفيشن في مايكروكراتوم بيوصل up to 30 فيمتو سكند، الحقيقه الستاندرد ديفيشن بتاعه بلس اور ماينس 2. يبقى احنا اتفقنا ان الفيمتو سكند فلاب از نوت افكتد بالكيرفتشر، انا اقدر اشتغل على ستيك كورنيا، انا في الاخر اللي بشتغل عليه اكشلي اون تيبل هو فلات، فانا بعمل لها ابلانيشن. تمام الفلاب دايمتر از اكستريملي اكيوريت، لس انتكشن اوف ابريشنز، لس كومبليكيشنز. لكن ده مش معناه ان هي كومبليكيشن فري بروسيجر، زي اي سيرجري في الدنيا اكيد ممكن يحصل كومبليكيشنز واحنا شغالين، ممكن يحصل كومبليكيشنز بعدها. I need to be oriented كويس قوي قبل ما ادخل اشتغل بحاجه زي كده. مش هندخل في تفاصيل، احنا ان شاء الله عندنا سيشن عن الكومبليكيشنز دي الكورس اللي جاي، بس انا هقول لكم بس الحاجات اللي ممكن تحصل لنا. احنا اتكلمنا على اوبيك بابل لاير، في بقى ممكن يحصل جاز بريك ثرو سواء فيرتيكال او هوريزونتال، سكشن لوس، جاز بابلز في انتيريور تشامبر، ديسنترد فلابس لو انا من الاول مش ظابطه التريتمنت بتاعي. بوست اوبرتيفلي ممكن يحصل ديفيوز لاميلر كاراديتس، ترانزنت لايت سنسيتيفيتي سندروم، ورينبو جلير. كل الديتيلز دي هنعرفها ليتر اون ان شاء الله. ثانك يو. متشكرين دكتوره نانسي على البرزنتيشن الهايله دي، والحقيقه انا خلاص قررت بعد كده اي برزنتيشن ليا هخليك انت تديها بدالي احسن مني بكتير. طبعا يعني كانت الحقيقه لو حد ليه اي اسئله اتفضل دكتور ايمن. التكنيكاليتيز ممكن نرجع فيها دكتور تيمش. ده تكنيك وحيد في جهاز وحيد اللي هو الانفاليز. الانترليز هو الجهاز الوحيد اللي بيستخدم التكنيكس دي، لكن كل الاجهزه الثانيه ما تعتمدش عليه خالص. هي فكرته ان حضرتك الانترليز في مانيوال لوك، يعني واحده بتدخل السكشن رينج الابلانيشن جوه السكشن رينج في مانيوال اوبننج اوف ذا سكشن رينج. ففكرته ان انا هل الاول افتح السكشن رينج وادخل الابلانيشن كون وبعد كده اقفل السكشن رينج، دي اللي بنسميها هارد دوكينج. كويس السوفت دوكينج ان انا افضل قافلها لغايه ما تعمل تاتش وبعد كده افتح واسيبها على الفتحه بتاعتها. يعني دي فكره التكنيك، هي مش فكره اكتر من ان هي بس ازاي ان انا ادخل الابلانيشن كون جوه السكشن رينج. في واحده منهم بيقول ان هي بتقلل الاوبيك بابل لاير اللي هي السوفت دوكينج الاو بي ال، بتقلل السوفت دوكينج اللي بتقلل الاو بي ال الاوبيك بابل لاير. لكن هي الحقيقه كل الاجهزه الثانيه ما فيهاش القصه دي خالص، كل الاجهزه الثانيه شغاله اكتر مور اور ليس بفاكيوم من الماشين نفسه، وحتى اللوك بتاع الابلانيشن كون جوه السكشن رينج بيبقى برضه بيبقى اوتوماتيك. الانترليز بس. هو كلام الدكتور نانسي الحقيقه. يعني هو السؤال يعني الكودنس هربت، فمعلش هو هي هتجاوب على الاسئله وفي نفس الوقت انا هساعد برضه لو هي يعني السؤال هتجاوب خلاص عايزين ايه؟ اتفضل سؤال الدكتوره نانسي عشان هي هربت. متهيألي إن الحاجات دي حسب الحيلة، يعني أنت حسب لا لا معلش لحظة على السؤال. هو هنا الريكومنديشن بتاعة الماشين إنك أنت ما تقلش عن 90، ما تقلش عن 90 مايكرون، وبالنسبه للبيجنرز ما تقلش عن 120.
يعني لان رفعت الفلات نفسها فيها فورس، لان طبعا احنا عارفين ان احنا عملنا حاجه اسمها بلين كليفج بلين في جوه الكورنيال ستروما. مش معنى كده ان انا هدخل وهقوم رافع الفلاب على طول، لا، ده انا هدخل لسه بسباكولا، السباكولا دي تعمل ديسكشن لللاين او لين نوتس سبليتد في الستروما. فعلشان كده يفضل ان انا في البيجنرز ما تقلش عن 120، لان انا ممكن وانا بعمل الديسكشن ده ممكن يحصل لي كات للفلاب. فعشان كده ال 120 ده بالنسبه للبيجنرز، لكن المينيمم بالفيمتو سكند ليزر ما يبقاش اقل من 90 مايكرو. changing from rounded, perfect rounded, to the oval flaps, hand which is not offered by definitely the mechanical keratoma, it's offered by the femto. فهل ده هيفيد في حاجه ولا هي منظر بس اوفر مكانيكال ستابيليتي ولا ليها فايد فاونديشن؟ اوكي. تاني سؤال انت قلت سايكل فيم في الاخر ولا في الاول؟ لا في الاخر. تمام اوكي. اول حاجه احنا طبعا اتفقنا ان احنا whatever الستيكنس او الفلاتنس بتاع الكورنيا، احنا اوريدي بنشتغل على كورنيا فلات، مفيش مشكله خالص، هيبقى فيري سيف واحنا شغالين على ستيب كورنيا. لكن اكشلي الهايبروبيك تريتمنت بتاعنا بيبقى بريفيرد، فالفيمتو سكند بيدينا الاوبشن والسيفتي ان انا اعمل فيري لارج دايمتر. ايوه ان انا اشتغل على دايمتر واسع وانا مطمنه، انا اوريدي عندي فلات كورنيا وبشتغل فيها زي ما انا عايزه. ده اول سؤال. تاني سؤال الاوفل، انا لما يكون عندي استجماتيزم ومحتاجه ان انا اصلحه، سهل قوي ان انا اشتغل باوفل فلاب عليه، بحيث ان انا اشتغل على ستيب بتاعي كويس جدا ويديني ريزلتس احسن كتير من المايكروكيراتوم. المايكروكيراتوم بتبقى دايمتر، يعني بتبقى سيركلر، فبالتالي ساعات التريتمنت بتاعي بيطلع بره اصلا، مش بيبقى كفرين كل الانجل يعني. تالت حاجه السيت كات بتتعمل في الاخر خالص، لانه اكشلي انا وانا شغاله ببتدي اعمل اول حاجه ريسكشن بلين، فسهل قوي ان انا لو اكتشفت فجاه ان في مشكله او انا عملت تارجتنج غلط او حصل سكشن لوس، انا اقدر ان انا ابتدي تاني من الاول، مفيش فلاب اصلا معموله، مفيش اي مشكله خالص، الدنيا سيف جدا، فاقدر ان انا اشتغل تاني ومفيش مشكله حتى اغير البلين لو انا محتاجه، ما عملتش حاجه غير شويه بابلز في الكورنيا والجو اواي زي ما اتفقنا. عشان كده ستارت اب بتعمل اخر حاجه. طب هل الكومبليشن بتاعت الجولا نايتس اللي احنا نعمله في كل الحالات، يعني بمعنى اخر، هل انت شايف ان العمليه دي انت شفتيها كتير ويمكن برضه ساعدتي في حالات، هل شايف ان نقدر نعمل كل الحالات بتاعتنا فيلم سكند ليزر، يعني تريكومند حاجه زي كده حتى لو كان الموضوع مش موضوع مادي، يعني بمعنى اخر لو بس سعر؟ طبعا موضوع الفاينانشال ده يعني مشكله بالنسبه لناس كتير، التكنيكاليتي شويه بتاعت العمليه في الاول، في ناس تبقى الموضوع صعب عليها عشان بتاخد وقت اكتر. طبعا مايكرو كيراتوم انا ببتدي الاول عند فيمتو سكند باخد وقت والعيان بيبقى شويه ستريسد، ففي مايكرو كيراتوم ممكن انجز معاه بسرعه، بس فيمتو سكند لا، محتاج يبقى حد كده هادي ومركز معايا ومكمل يعني. طب انت قلت لنا البريشر بيبقى اقل من حالات المايكرو كيراتوم، بس هو قصاد البريشر في تايمنج اطول مش كده برضه؟ يعني هنا السكشن في الحالات المايكرو كيراتوم بيبقى فيري ليميتد تايم، لكن في الفيمتو سكند بيبقى لونجر.
بس هو الفكرة ان هو مدام السكشن مدام البريشر اقل شوية ده بيزود البيشنت كومفورت، يعني البيشنت مش بيبقى متضايق قوي زي في مايكرو كيراتوم مع الوقت بيبقى اطول شوية. يعني معنى اخر ان هو بيفضل شايف اثناء العمل. اه طبعا مش طيب الحاجة التانية، هل تتوقعي ان الابيثيريال بروبلمز في المايكرو كيراتوم اعلى ولا في الفيم سكند اعلى؟ اتفقنا الابيثيريال جروث ازيد طبعا. لا مش لا لا اتكلم عن الابيثيريال ديفكتس ديورنج سيرجري. لا طبعا الفيم سكند بعيد تماما عن السيرفس، فاحنا اتفقنا هو سب سيرفس ليزر فانا مش بتعامل خالص مايكرو يعني او ممكن شويه الابلانيشن فعلا. توقعي مين الاكثر في الانسنس اوف ابيثيريال ديفكتس اكثر، هل المايكرو كيراتوم ولا الفيلم سكند؟ يعني مايكرو كيراتوم لو بس يعني لو في تكنيكال بروبلم عشان في شيرنج موفمنت هي اللي ممكن تاشر الابيثيريال، لكن ده بس ابلانيشن جاست. طيب الكنال اللي انت وصفتيها لنا دي تتوقعي البابلز دي بتروح فين؟ ما هي في البابلز اللي بتطلع منها خلاص بقى بتطلع على السيرفس كورنيال سيرفس يعني كونجكتيفا يعني. لا طيب هتكلمنا على the most commonly used eczema laser systems اللي هما الفيزرز والويف لايف اليجاتور. اتفضل يا محمد.